الاستنزاف هو للاحتلال الإسرائيلي. المقاومة هي في هذه المواجهة هناك ثبات كبير، والجميع يدرك هنا بأن إسرائيل، وهناك تجربة سابقة، هناك أكثر من عدوان على غزة جرى وبإمكانيات أقل للمقاومة، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أي هدف من الأهداف التي وضعتها لنفسها. وأسمح لي أن أقول لك وبثقة بأن لا يوجد نصر في غزة ولا يوجد هدف قابل للتحقيق في غزة. غزة هي وحل، ومن يريد أن يدخل إلى غزة لن يخرج منها سليما، سيخرج منها مهشما. والآن هيبة الدولة والقيمة الاستراتيجية لها ولمشغلها اليوم هي محل تساؤل. بفعل صواريخ المقاومة وهي قوة بسيطة إذا ما قورنت بحزب الله وإيران على سبيل المثال، وهي دائما كانت تدعي إسرائيل أنها تريد أن تشن هجوما على إيران وتريد أن تضرب بالمؤسسات الإيرانية والعمق الإيراني. أعتقد كل هذه التهديدات أصبحت لا معنى لها إذا كانت صواريخ قطاع غزة وبمقاومة محاصرات استطاعت أن تشل الحياة اليومية داخل دولة الاحتلال وتجمعات السكانية بهذا القدر وبهذا الحجم وعلى مساحة الجغرافيا كاملة. طيب. فهذا يعني أن إسرائيل لن تصمد أمام ضربة كبيرة وموسعة من قبل